وصلنا المطار والله الحمد يا حبي لأهل المغرب. بس بقول شيء يعني اليوم شطحاتي كثير. أنا ولله الحمد انسحرت في المغرب، انسحرت بجمالها، بطيبة أهلها، بكرم أهلها، بأسلوبهم الراقي، برجال تعاملت مع رجال. هذا هو السحر الحقيقي، هذا اللي يسحر قلوب الناس بمحبة هذه البلد. بعيد عن اللي يقول عليه حريمنا وكثير السحر الأسود، قبح الله وسواد الوجه الشيطان. والله بلد جميلة، شكرا لكم. الله يعزك. اقول لب قصير وانزل انا. ما ادري شيء بالعيد، لب قصير وانزل. والله ما اسيبك الاخر لحظه.